السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم معنا على منصة علم التعليمية، نتمنى نكون في أفضل حال. معاكم مستر إبراهيم محمود في مقطع جديد من سلسلة حدائق العلم للمعلومات العامة. الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه على كمالة أو على تكميل الفيديو السابق اللي كان بيتكلم عن التوازن الأيزوستاتيكي. جورج إيري قال لي إن المرتفعات اللي موجودة على سطح الأرض كلها، الصخور اللي موجودة داخل الجبل بتبقى صخور حجمها أو الكثافة بتاعتها، يعني الوزن بتاعها بيكون متوسط، يعني إلى حد ما بتكون خفيفة شوية عن صخور نفس الجبل اللي موجودة تحت باطن الأرض. ولاحظ حاجة كبيرة جدا، حاجة مميزة جدا، إن كل جبل أو كل حاجة مرتفعة جنبه لازم يكون فيه حاجة منخفضة. يعني احنا لو مشينا عند الجبال مثلا، مثال الجبال اللي موجودة في مصر عندنا هنا عند البحر الأحمر اللي هي اسمها مرتفعات البحر الأحمر، وجينا قارنا ارتفاع الجبال بارتفاع بعض الأودية والأغوار الأماكن المنخفضة اللي موجودة جنبه في الصحراء الشرقية، هنلاقي إن في فرق كبير ما بين ارتفاع كبير جدا وبين جزء منخفض. الجزء المنخفض اسمه حوض ترسيبي. هنعرف يعني ايه حوض ترسيبي، ازاي التوازن الايزوستاتيكي ده بيحصل، ازاي بيبقى عندي توازن في سطح الارض ما بين الارتفاعات والانخفاضات. الصوره اللي قدامنا دي بتبين لي ان انا عندي جبل، تمام، عندي جبل مكان مرتفع وجنبه مكان ايه منخفض، ولنفرض ان هو قاع محيط او قاع بحر. اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها التعرية والتجوية، ان في عوامل زي الرياح وزي الامطار وزي السيول بتقوم بعملية تفتيت وتكسير لسطح او لسطوح الجبال والمرتفعات كلها، بتكسر منه جزيئات صغيرة. ولكن اجمع مجموعة الجزيئات الصغيرة دي على مئات السنين هتلاقي ان هي بتكسر منه ايه، اجزاء كبيرة جدا، تكسر منه مثلا ما يقرب من 50 متر، فبينقص طول الجبل، بينقص ارتفاع الجبل جزء صغير نتيجة عملية التفتيت اللي بتقوم بيها عوامل التعرية أو التجوية الميكانيكية أو التجوية الكيميائية. وبعد كده نفس العوامل دي من الرياح والأمطار بتبدأ تشيل الفتات اللي هي كسرته وتوديه لغاية فين؟ لغاية منطقة الترسيب. هنا منطقة منخفضة فترسب فيها وترمي فيها الرواسب اللي بتبدأ تتراكم طبقة فوق طبقة فوق طبقة. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ اول حاجة هنا في منطقة التفتيت بيحصل ان الضغط بيكون قليل، الضغط بيقل. لما بقى عندي حاجة بقى جايب 10 كتب حاططهم فوق سفنجة هيبقوا ضغطين عليها بشكل كبير جدا، لما اشيل منهم كتابين وراح احطهم الناحية التانية الضغط من فوق السفنجة هيقل والناحية التانية الضغط بتاعها هيزيد. واحنا زي ما قلنا ان منطقة او الجبل ليه جذور في داخل الارض، منها الجزء اللي اتكلمنا عنه في طبقة الوشاح اللي هو المائع او اللي هو فيه الصخور المنصهرة اللي هي تسمى بالمجمة واتكلمنا عنها قبل كده. هنا الصخور، هنا الضغط قل، هنا الضغط زاد، بقى عمال اضيف طبقات من الرواسب، بضغط على القشرة الارضية، القشرة الارضية بتضغط على الجزء اللي تحتيها، فالمجمة بيحصل لها ايه؟ هي سائل منصهر تبدأ تتحرك من المنطقة اللي فيها الضغط العالي نتيجة الترسيب للمنطقة اللي فيها الضغط المنخفض نتيجة التفتيت، فيزيد ارتفاع الجبل مرة تانية بنفس المقدار اللي هو اتكسر منه. دي كانت النظرية اللي قالها جورج بيدل إيري عن التوازن الأيزوستاتيكي، ملخصها ان الجبال المرتفعة بيحصل لها تفتيت وتكسير، والتفتيت والتكسير بيبدا يروح لاماكن منخفضه فيزيد الضغط فيها فتتحرك المجمى من تحتيها لنفس المكان اللي حصل فيه التفتيت عشان يرجع ارتفاع الجبل مره تانية زي ما هو، وبكده تفضل الارض في حاله توازن، المرتفعات مرتفعات والمنخفضات منخفضات. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.